قبل أن نبدأ لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. يشهد ملعب 5 جويلية ضغطا كبيرا على الأرضية من خلال استضافته لعديد المباريات. البداية كانت بشباب الوزداد حينما استضاف نادي يانج أفريكانز التنزانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها ب 48 ساعة استضاف نادي اتحاد العاصمة الهلال الليبي في مسابقة الكونفدرالية. الملعب سيعود لاستضافة مباراة المنتخب الوطني النسوي يوم الخميس ضد بوروندي، على أن يستضيف بعدها ب 24 ساعة فقط مباراة المولودية ونجم مقرا في البطولة المحلية، ليعود ويستضيف مباراة المنتخب الوطني النسوي ضد بوروندي مجددا يوم الاثنين. ضغط كبير على الأرضية سيؤثر بشكل سلبي عليها، وكان بإمكان المسؤولين تلافي كل هذا أقول من خلال نقل مباراة المنتخب الوطني النسوي مثلا إلى ملعب براقي الذي لن يكون أسوأ حالا مما كان عليه خلال مباراة المنتخب الوطني وضيفه الصومالية ضمن تصفيات كأس العالم، أو كان بالإمكان نقلها خارج العاصمة ولعبها هناك بعنابة أو بحملاوي أو بالملعب الملحق لمركب ميلود هدفي بوهران، بما أن المباراة لن تستقطب أعدادا كبيرة من الجماهير أو قد تجرى أمام مدرجات شاغرة. هذا التسيير السيء للملعب قد يؤثر وسيؤثر لا محالة على الأرضية الوحيدة الصالحة للعب لحد الآن بالجزائر العاصمة. نتمنى تدارك كل هذا من خلال تجهيز ملعب براقي في أقرب الآجال لأجل أن ينتقل نادي شباب بوزداد مثلا لاستضافة المباريات المحلية والقارية عليها. في سياق آخر، قرر النادي الرياضي القسنطيني استضافة مبارياته المحلية بملعب شهيد حملاوي عوض ملعب بن عبد الملك.